كما تعلمون قانون المالية لسنة 2022 تم إعداده خلال هذه السنة في ظرفية خاصة وخاصة جدا، مرتبطة سواء بتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى مالياتنا العمومية، وقبل استمرار هذه التداعيات رغم محاولات الخروج من الأجماع عبر قوانين المالية السابقة. السياق الثاني المرتبط بإعداد قانون المالية سنة 2022 متعلق بالانتخابات الشريعية التي عرفتها المملكة، والتي أفرزت لنا تشكيلة حكومية جديدة برئيس حكومة جديد وبأغلبية جديدة. كان لزعمنا الحكومة الحالية في آخر مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن تدخل بعد التعديلات اللازمة على هذا المشروع لكي تنزل بعض مقتضيات برنامجها الحكومي، على اعتبار أنه يصعب أن يتم تنزيل برنامج حكومي لحكومة كاملة في إطار مشروع قانون المالية واحد، وإنما ينبغي أن يتم منح الحكومة الحالية الوقت من أجل أن تنزيل برنامجها الحكومي عبر قوانين المالية للسنة المقبلة. فقلت أن القانون المالية كذلك يأتي في سياق آخر، وهو استمرار لورش الكبير الذي انخرطت فيه المملكة والذي دشنه صاحب جلاله، والمرتبط بالحماية الاجتماعية التي أصبحت مهمة وذات أولوية كبرى، خاصة بعدما أكدت الجائحة بعض مظاهر النقص في الجانب الاجتماعي. سيأتي قانون المالية لسنة 2022 ليحاول أن يوفر التمويلات اللازمة لهذا الورش، أي ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب دون أن ننسى الأوراش الأخرى الاقتصادية والمالية. الذي يعتبر اليوم افتتاحي للقافلة التواصلية السابعة التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة من مجموعة من القطاعات، قصد التعريف بقوانين المالية ومستجداتها وإكراهاتها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وإكراهاتها وما إلى ذلك، والمستجدات المتعلقة بالضرائب كالمستجدات التي عرفها قانون المالية السنوي الأخير سنة 2022، خاصة الظرفية الأخيرة التي أتى فيها وهي ظرفية أزمة كورونا وأزمة التمويل التي تتماشى أو تتوازى مع قوانين المالية التي حاولت قدر الإمكان تجاوزها برؤية التمويل المالي. ويأتي المجال الضريبي بحصة الأسد في هذا القانون المالي، وفي هذا الإطار سيقوم الزملاء في منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال هذه المحطة، ومن خلال المحطة ستجوب مختلف ربوع المملكة، حوالي 27 مدينة ستجوبها القافلة بغية التعريف بقوانين المالية، خاصة القانون المالية الحالي ومستجدته وما يدخل في نطاقه. والسلام عليكم.